سنة 1946 بعد جلائخ جندي فرنسي من الأراضي اللبنانية دخل لبنان بعصر ذهبي. فبعد انتخاب رجل الأعمال جوزيف ديكفو رئيس الجمهورية عام 1948 ازدهرت التجارة الصناعة والسياحة. وسنة 1950 وقع لبنان أكبر معاهدة تجارية له مع دولة الزيمبابوي العريقة لزراعة وحصد أكبر محصول للأفيون بالعالم. ولبنان ما وقف إنجازاته هون، فسنة 1955 نظم لبنان أول ماراثون للعراس بالعالم. بس العصر الذهبي ما دام للأبد، فسنة 1958 تحت رئاسة جان دوجاردان وقع لبنان بأزمة محلية وإقليمية خطرة واللي هي كوجيرا. المسألة تطلبت تدخل المارينز الأمريكي بقيادة وولفرين. وبعد سنين العذاب والدمار الشامل انتخب الشعب اللبناني أول امرأة رئيسة للجمهورية سنة 1963، والامرأة كانت جورجينا رزق. واحتفالا بهذا الإنجاز قام عشرات الآلاف اللبنانية بالانتحار جمعيا أو معرف وقتها بمجزرة جورجينا. البعض منكم أكيد عم بيقول كل شي حضرته مفبرك من نفس الخيال، ما في شي قطع بهالفيديو صح؟ الجواب معكن حق، يمكن، بس شو اللي بيمنع؟ ما أصلا كتاب التاريخ تبعنا بيخلص سنة 1946 وقت الجلاء الفرنسي، وهيدي نسخة منقحة سنة 2016، يعني في أكتر من 70 سنة، 70 سنة على الأحداث المهمة اللي قطعت بلبنان ما حتتخبر. فشو اللي بيمنع أنه نعدل نفبرك ونشوه الوقايع لنخلق تاريخ يخدم مصالحنا وينزع الجيل القادم؟ وطبعا مثل اي مواطن لبناني حريص عنده سؤال عن التاريخ، لجأت للاستاذ اللي علمني ماده التاريخ ايام المدرسه. جورجينا رزق ملكه جمال الكون، من بعد انتخابها ملكه جمال لبنان سنه 1970 على عهد الرئيس سليمان فرنجيه، قام عشرات الالاف من اللبنانيين بالانتحار جماعيا على صخره الروشه. وهذا مكتوب في كتاب، وهذا مكتوب في التاريخ. هل هذا الشيء، هل الكلام صح ام غلط؟ ما في عندنا كتاب تاريخ يعلم بالمدرسة أقله بين سنتي 46 و 75. يعني أنا في قلك أنه شارل دوغول مش مظلت بشوارع بيروت مثلا، أو في قلك أنه جودزيلا هجم على بيروت تكسرها 6-7 مرات رجوع عمروها الأمريكان. مجال التاريخ اللي موجود بين السنتين 46 و 75 ونحن حنبعد عن مرحلة ما بعد 75 بسبب حساسية الموضوع، فقررنا ناخذ هذه الفترة الزمنية. هذه الفترة الزمنية غير موجودة، ولا أظن أو بالأحرى لا تعلم أو تنعطى فكرة عنها بالمدارس. فيك تشرح لنا هيك باختصار أنت نظرتك لهذا الموضوع، ليش ما بتتعلم بالمدارس، وأنت كيف بتحب يتصرفوا المسؤولين عنا بالمستقبل؟ لك يؤكد المؤرخون جميعا اللي كتب التاريخ اللبناني وحتى عالميا انه تيكتب التاريخ بطريقة موضوعية، يعني الانسان يقدر يكتب التاريخ كما هو كما حدث بدون الاهواء والانتماءات والشعور والاحساس الشخصي، بده على الاقل 50 سنة يكون ماري حتى تكتبه بشكل مجرد وموضوعي. انما لانه التركيب الطائفي لوطننا لبنان والانقسامات الحاده اللي كانت عموديا او افقيا وخاصه من الناحيه السياسيه والمذهبيه خلت هالشيء هذا يكون شوي خطر، لانه كل فئه من الفئات اللبنانيه بدها تكتب التاريخ على مصلحتها. اذا كتبناه بطريقه مضبوطه وموضوعيه وصحيحة كما هي الأوضاع بدون الميول الشخصية، التلاميذ كتير 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 بيكونوا مبسوطين. أنا بعرف من تجربتي جميع التلاميذ يبقوا هني طوقين وشغوفين ليعرفوا شو صار بالأحداث اللبنانية وما قبلها وأدوارها ودور فلان ودور فلان، يصير يسألوا عن قضايا. إذا بشوق بيسألوا عن هتلر، كيف بدهم يكونوا عن تاريخنا نحن الحديث؟ مزبوط أنه سنة 61 وولفرين نزل على الشط تبع لبنان وخطف 60 جندي لبناني؟ وولفرين؟ لا. سنة 1965 قام وولفرين بالتحالف مع الرئيس كميل شمعون لاحتلال مصر. سمعت شي فيا أنت؟ لا ما سمعت. أنه قريت عنا شي، قاري عنا؟ مين كان رئيس جمهورية سنة 64؟ شرطة بعرف.
يمكن شعر لباس ما بعرف يمكن شارل دباس للأسف شارل دباس ما كان رئيس لبنان سنة 1964، بل يعتبر أول رئيس للجمهورية اللبنانية وقت الانتداب الفرنسي بعد ما وضع الدستور اللبناني، واستلم الرئاسة من 1 سبتمبر 1926 ولغاية 2 يناير 1934. بحس شارل دباس ما بعرف. طب إذا حطوا فرد براسك وقالوا لك تحذري مين كان رئيس جمهورية، مين بتقولي؟ بشير جميل. ما بعرف شو صار بلبنان سنة 1958؟ علي علوة ما كنت خلقاني بوقت مفروض أزمة اقتصادية أو شيء هيك. شو صار بلبنان سنة 1958؟ بلو بات أوبريشن. واو لحظة شوي، اوكي برافو، اكتشفنا انه كل واحد من اصل 20 تلميذ لا يعرف جواب. هل يا ترى الدولة جربت تعمل شيء لتصلح الوضع؟ طبعا، بس هل هالشي اللي جربوه نجح؟ تعرفوا على مدام سناء أبو حيدر، أحد أعضاء لجنة تأسيس كتاب التاريخ الحديث، وهي بتخبركم المناهج أنت بتعرف ما تغيرت، يعني كان آخرها بالستينات، آخر مناهج تغيرت وتعدلت بكل المواد مثل ما قلنا بمنتصف التسعينات، إلا كتاب التاريخ، لأنه يمكن كتاب حساس، بده يحكي عن وقايع، بده يحكي عن أحداث، أنا بحكيك عن تجربتي اللي صارت بالمركز التربوي اللي من كنا نحن بالمرحلة الثانوية. كانت اللجنة رائعة، اللجنة اللي موضوعة لحتى تألف دروس عن هالمرحلة اللي انت سألتني عنها. اللجنة طبعا فيها دكاترة من الجامعة، في أساتذة ذوي خبرة عن جد واسع جدا بالتاريخ وبالمعلومات. اللجنة فيها إسلام، مسيحية، دروز، بتحس النتاج كان رائع، كل واحد كان عم يبدي وجهة نظره، أحداث من هون كلجنة مصغرة بتقول هيدا لبنان اللي نحنا منحبه. أنا بصفتي كنت إذا بدك منسق تربوي، يعني كيف هالدروس بدها تنوضع بطريقة تربوية لنجذب اهتمام الطلاب ونحدد الأهداف ونحدد الوسائل. الدكاترة كلهم موجودين، النقاش ولا أروع، بس مثلا لما تشوف انت لجنة مصغرة، لما تحط الثقافة، بتحط المنطق، لما تحط النقاش، بتحس انه هيدا يمكن جزء انا كنت بتمنى اشوفه بالحكومة، كيف هني عم يناقشوا منهج التاريخ او شو بدهم يعملوا. بس لكن للأسف هيدا عمل، ولما نعمل شغلنا وبدو يطلع على اللجنة العليا اللي فيها ناس سياسيين من كل الأطياف ودكاترة وبالجامعة، هونيك بياخد النقاش بعد آخر، بياخد بعد انحيازي، بياخد بعد تطرفين. لهذا السبب ما صار، وأنا بقول لك يعني صار موضوع 3 مناهج لكتاب التاريخ. شو اللي منع بعد ما تتألف الكتب؟ كل مرة بيقولوا لك التمويل، طب ما صار في تمويل لثلاث مناهج ومحاولات لثلاث محاولات لتأليف كتب مدرسية حسب المنهج الجديد. القرار بالنسبة لإلي القرار السياسي بامتياز. اللجنة نجحت 3 مرات لتحط كتاب، بس القرار مسيس. ما حعلي أكتر على الموضوع، لأنه شكل الأمور باقي مثل ما هي، وشكلنا حنضل علقانين بالجلاء الفرنسي عام 1946. طيب، بما أنه الوضع حيضل هيك، بحس في حل واحد لهالمهزلة، واللي هو سنة 1966 بعد نشوء أول جمعية للسلم والحي بلبنان، بدأت ثورة الزيمبابوي الشهيرة بسبب صور موشيني نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقنصل الزيمبابوي بلبنان، الأمر اللي أجبر جورجينا رزق بالتنازل عن العرش وانتخاب طارق ملو 13 رئيس لبنان عام 1975. من بعدها بلشت الحرب الأهلية بلبنان.